طبعاً جائزة تميز هذه السنة اختارت محوراً. ويطيب لي أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على تلبية دعوة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لمشاركتنا حفل تسليم جائزة تميز المرأة المغربية في دورتها السابعة احتفاءً بمبادرات النسائية المتميزة. نحتفل اليوم بالدورة السابعة لجائزة تميز المرأة المغربية التي اخترنا لها هذه السنة المرأة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأتي هذه الدورة في ظل الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في عيد العرش 30 يوليو 2022، حيث أكد جلالته على ضرورة تمكين المرأة المغربية من حقوقها كاملة كما نص على ذلك دستور المملكة، وأيضا تفعيل مؤسسات ذات الصلة. ونحن نحتفل اليوم بالمشاريع ومساهمات المرأة المغربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نرى أن المرأة المغربية يعني لها إبداع ولها قدرة هائلة على الابتكار وقدرة خلاقة، ويعني من المؤسف أن تكون المرأة المغربية متخلفة يعني عن ركب التنمية، بحيث حاليا لدينا فقط 20% من المساهمة الاقتصادية في الاقتصاد النشاط الاقتصادي للنساء، وفي إطار تفعيل برنامج الحكومي للرفع من هذا النشاط الاقتصادي إلى 30% في أفق 2026، يعني تأتي هذه المناسبة اللي كتأكد على إبداع المرأة المغربية، وبحيث قد تم هذه السنة تقديم أكثر من 220 مشروع. السنة الفارطة كانت تقريبا شي حوالي أو 60 مشروع، فكان إقبال كبير. هذه السنة حاولنا أننا نشاركوا الجهات وأن تكون مقاربة تشاركية ومقاربة مجالية بامتياز بإشراك الجهات كما قلت، بالاعتماد أيضا على مؤسسات القطب الاجتماعي خاصة التعاون الوطني وكالة التنمية الاجتماعية، فكان هناك إقبال كبير. وكما قلت كان هناك أيضا مشاريع مختلفة من القرى، من الأرياف، من المدن، ولكن ما يمكن حسب ما وصلني من لجنة التحكيم التي أشكرها، أشكر السيدة الرئيسة سيدة لمياء بن مخلوف المديرة العامة لتكنو بارك المغرب وجميع أعضاء اللجنة، اللي حسب ما وصلني أنهم يعني كانوا مسرورين جدا بما اكتشفوه من غنى ومن إبداع في جميع الجهات المملكة. فكنتمنى مرة أخرى يعني التوفيق للجميع اللي شاركوا اليوم. غادي يكون الإعلان على الثلاثة الفائزات، ولكن اللي نبغي نقول لكم بأننا قررنا أن جميع المشاريع اللي تم انتقائها في المرحلة الأولى سيتم مواكبتها في إطار برنامج جسر للتمكين والريادة في جميع الجهات إن شاء الله، وشكرا لكم. تعاونية نسوية 100%، كتشتغل في المجال القروي، كتشتغل على تثمين منتوج نبتة الحلفاء حفاظا على هذا الموروث الثقافي، ووظفنا له لمسات عصرية تواكب العصر لنحافظ عليه ميلان القراض. والحمد لله بفضل الله عز وجل، شعور لا يوصف من فضل ربي بهذا الفوز بالجائزة الأولى، جائزة التميز، اللي كنشكروا الوزارة من هذا المنبر لهذه الالتفاتة للمرأة القروية واللي عطتها هذه الفرصة نتاع هذه الجائزة. والحمد لله هذا المبلغ نتاع التتويج بهذه الجائزة، نطلبوا ربي إن شاء الله يفك لنا عدة صعوبات اللي كنا كنواجهوها، ونقدروا ندوروا هذه العجلة نتاع التعاونية للأمام إن شاء الله بفضل الله عز وجل. وكنهدي هذا النجاح وهذا الفوز للمرأة بصفة عامة والمرأة القروية الشرقية بصفة خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشروع ديالنا هو التلوين الطبيعي، فزنا بالجائزة الثانية في المشروع، والصراحة أنا فرحانة بزاف لأني فزنا بهذه الجائزة اللي غتساعد مجموعة ديال الفتيات اللي كنعلموا حنايا في التعاونية لتطوير مهاراتهم التواصلية والمهنية. اليوم تم التكريم ديالي بالحصول ديالي على لقب الأول عالميا بجائزة الجمهور في المسابقة العالمية أطروحاتي في 180 ثانية. كل اعتزاز وافتخار أنني بين نساء رائدات هنايا كنمثل الشباب، والحمد لله على هذا التكريم، وكنشكر وزارة التضامن على هذه الالتفاتة هذه.